كده هفضل هربان يا فريده لحد ما الموضوع ده يتحل، وانت الوحيده اللي تقدر تحله لي. انا زنقت يالا، يعني بعرف دبه النمله بالقبل حتى ما تحصل، وحوار الظابط ده تلم لسانك فيه ما تجيبش سيرته نهائي، لكن ترجع وترط زي النسوان اللي خرجتك منه هلبسهولك، وكله بالورقه والقلم وبالاصول. وبالاصول تخش فيه قبلي. حته السلاح دي بدل الطبانجه اللي رجعناها للظابط. ما تتخيلش انا عملت ايه عشان اجيب لك الورق ده، يا رب تكون المعلومات دي مفيده بالنسبه لك. هو مين اللي قتل الواد في الاسم؟ كنتش انت اللي قتلته وجاي يتحور؟ لطفي وشلته لما رحت له مكلمه زناتي، وزناتي كلم رفاعي كذا مره، تليفون زناتي بيقول ان هو كان حوالين الاسم في المنطقه، يعني ممكن هو اللي يكون قتل الواد زياد. انا عايزك بقى تتقص لي من بعيد لبعيد كده على الواد اللي اسمه حماده تايسون ده. انا اللي معلم على الظابط يالا ومش اي علامه. لازم عندك وعي وفهم اللي انت بتربيه، عشان هو كمان يبقى عنده وعي وفهم انه احترمك. انا مش هقضي حياتي كلها كل يوم الم مصيبه من مصايبك. احنا محتاجين فيديو للطفي ابو المجد بيتكلم فيه مع ابنه. انت عايز ابين للناس يعني ان هو مش بس قاتل وكمان فاسد؟ بالظبط. انا لا عمري هتجوز ولا هخلف، انا ايه اللي خلاني اجيب عيل واعمل فيه زي ما ابويا عمل فيا؟ دلعه وابوظه، بعدين انا على سلسفين اهلك منه باظ. جالنا دلوقتي بيان من وزاره الداخليه بارقام التليفونات اللي هي عملتها خصيصا للابلاغ عن المتهم الهارب سليم عبد الحميد الانصاري. انا الدنيا كلها بتجري ورايا، حكومه ومعارضه ونشطه وصحافه واغنياء وفقراء. خلوا بقى الناس دي كلها عمرها ما اتفقت على حاجه واحده بس، انا الشخص الوحيد اللي اتفقوا عليا. هو في ظابط بيتراقب؟ ما انا ظابط ومتراقب. عرفنا مكان سليم. هاتوه. مين ده وليه؟ عيل بايظ يا باشا، مأجر الشقه دي ومدورها دعاره ومخدرات. خدوه. معلش يا وليد، خيرها في غيرها. اتفضل. طلعت حمار يا قد، مش تعمل حس او منظر وانت طالع؟ مش في ناس كبيره قاعده؟ وانا مالي؟ قوم ايه انت طالع الاكل؟ حط الاكل وغور من وشي وروح لامك. معلش يا استاذ حوده، تسلم ايديك يا حموزه يا حبيبي، ربنا يخليك يا حبيبي، متشكرين. مش كده يا استاذ جريح؟ وده في ايه؟ ما براحش ولا دعم. هو يعني عيل غلس شويه بس برضه بيصعب عليا. صعب شغلك غالي يا ابو خليل، ما كانش الواحد يشد على عيل في السن ده يطلع يعمل لنا مصيبه. الشد وحده في السن ده يا اسطى حوده ما ينفعش، لما العيل يكبر لازم كده يعني تصاحبه، اذا كبر ابنك خويه. خلينا في المهم، عرفت حوده هتعمل ايه؟ هخويه يا عم. انا بتكلم على صلاح. وانا بتكلم على صلاح. طب هتخويه ازاي صلاح؟ مش انا قلت لك يا باشا ادي اخره المشي ورا العيال؟ وايه اللي حصل يا عم؟ بلاغ وطلع في شنك عادي بتحصل. لا يا باشا، العيال دي بتشتغلنا وعمالين يفرهدوا فينا على الفاضي، وزمان هم قاعدين بيضحكوا علينا يا فندم. هم هيعملوا كده ليه بس؟ ما تبطل بقى نظريه المؤامره اللي واكله لك دماغك دي يا فندم. مؤامره ايه بس؟ هو سعادتك مش متضايق من اللي حصل ده ولا ايه؟ لا متضايق طبعا، بس ده لا يمنع ان احنا نحط اللي حصل ده في حجمه الطبيعي. وايه بقى حجمه الطبيعي يا فندم؟ ده ايه الغلب ده يا ربي؟ بص يا سي وليد، في اي بلد في الدنيا لما بتعمل نشره عن واحد هربان ولا حاجه، في ناس كتير جدا بتقدم بلاغات. البلاغات دي في بيبقى منها كتير جدا بيطلع اوت مش حقيقي يعني، لكن ده لا يمنع ان البلاغات اللي بتطلع اوت دي ممكن توصلهم لحاجات ما كانوش عاملين حسابهم فيها. اسمح لي بس يا باشا، انا مش فاهم حضرتك بتدافع عن العيال دي ليه؟ لان العيال دول بمزاجنا او غصب عننا هم اللي جايين، والعيال دول هم اللي هيوصلونا لسليم الانصاري النهارده بقى بكره بعده بعد شهر، مهم هم اللي هيوصلونا لسليم الانصاري في الاخر. يا فندم احنا جالنا بلاغات كتير وكلها طلعت اونطه. اونطه؟ في ضابط محترم بوش سمع زي سعادتك كده يقول اونطه؟ يا باشا انا مش قصدي ان انا باشا. ايه بقى انت خليت فيها باشا؟ ده احنا ولا كاننا بنلعب طاوله على القهوه. يعني ايه؟ حتى حقنا اننا ندافع عن ابننا عايزين ياخدوه منا؟ لا ده مش بس كده، فريده كلمت كل اصحابها اليوم علاقه بالقنوات الفضائيه وكلهم قالوا نفس الكلام، ولا لنا ولا انت ينفع نطلع على التلفزيون ولا حتى نعمل مداخله تليفونيه. يا عيني عليك يا ابني، مش كفايه عليك البهدله والظلم ده، حتى كمان مش هنعرف ندافع عنه. ده مين ده اللي جاي لنا دلوقتي؟ ده احنا من يوم اللي حصل محدش جالنا ولا زارنا. مش عارفه بقى يا ماما، ربنا يستر. مساء الخير. مساء النور. اتفضل. مساء الخير يا طنط. اهلا وسهلا. ازي حضرتك؟ شكرا. ازي حضرتك؟
يعني عجبت سعادتك تمين باشا؟ ايه اللي عجبتني يا راجل؟ ده انا نفسي كنت ابتديت اصدقك. عارف يا حماد، وانا بتفرج عليك قلت خساره الراجل ده فرقه الاغلبيه. الراجل ده لازم ينضم للمعارضه. لا يا باشا، معارضه ايه بس؟ ده انا من ساعه ما قلت ألف به سياسه وانا اغلبيه خلاص الناس عرفتني بكده. وهي دي مشكله؟ تنشق. هنشق؟ اه، يبقى اسمك النائب المنشق عن الاغلبيه. اسم حلو صح؟ لا يا بيه، انا ماليش دعوه بالكلام ده. حكايه المنشق دي بقى لما تشوف لها حد تاني. انت حر، انا عايز مصلحتك يا راجل. ده انت عملت شغل النهارده مع وزير الداخليه ولا اجعصها معارض ابا عن جد. ما هو كله بفضل دعمك ليا طول الوقت. بس انت عارف بقى، يعني اصل كلمه الحق دي ما تفرقش كتير من اغلبيه او معارض. حماد سيبك من كلمه الحق والكلام ده، مسخه كلامها تقيل. اوعى تكون فاكر انا نايم على وداني. قرار الموضوع ده معايا من الاول خالص. لطفي ابو المجد وابنه مشكلته مع الظابط، وقوفك معاهم انا بس اللي بكبر. لطفي ابو المجد اصله ابن حتتي واخويا. الكلام ده كمان بلح. انت لا ليك اخوات ولا وقت الجد يفرق معاك ابوك نفسه. لا حول ولا قوه الا بالله. ليه كده بس يا باشا؟ يا بني ادم افهم، هو اللي ليه في الاخوه والصحوبيه والكلام ده يشتغل معانا الشغلانه دي؟ انت راجل سياسي بالفطره، ربنا لما خلقك حط فيك السر ده. العلاقه ما بينك وما بين لطفي ابو المجد ما تخصنيش في حاجه. هو ما اقول لك انتخاباتك انت تردها له مصالح، ما تخصنيش. تخبي فلوسك جوه فلوسه ما يفرقش معايا. ابنك يشارك ابنه في الكافيتريات ماليش فيه. أنا بس عايز أنبهك لحاجة يا حماد، عشان أنت الراجل بتاعي وتهمني. خير يا باشا، حاجة إيه؟ حماد أنا مشيت معاك في الموضوع ده لأن كان ليا مصلحة، ومصلحتي اتقضت. وعايزك تتعلم تعمل نفس الحاجة، وتبقى جاهز. أغوصتني، يعني مش فاهم برضه أبقى جاهز ليه بالظبط؟ لطفي أبو المجد يا حماد مش دايم لك. وزير الداخليه مش هينسالك اللي انت عملته معاه النهارده. ومين عارف النهارده ضحوا بالظابط بتاعهم، يا عالم بكره يعملوا ايه. هو في حد قال سعادتك عليا اي حاجه؟ انا مش محتاج حد يقول لي حاجه يا حماد. بص يا صاحبي، احنا في شغلانه مفيش حد مفيش بطحه على راسه. ما تتغشمش وتخليهم يضغطوا لك على البطحه دي، فهمتني؟ ربنا يديم المعروف يا ابني. والله ولاد الأصول بيبانوا في المواقف الصعبة. يا فندم ما تقوليش كده، تسليم ده زي أخويا الكبير. وبعدين ده كان مثلنا الأعلى كلنا، هو معانا في الأمن المركزي. والجميل اللي هو عملهولي ده دين في رقبتي ليوم الدين. ده كفاية إن هو فكر فيا في عز المشاكل اللي هو فيها دي، قرر يعرض نفسه للخطر عشان خاطر يحل لي مشكلتي. إن شاء الله تعيش يا ابني. والله يا حسام أنا من ساعة ما شفتك في النيابة قلبي اتفتح لك، وحسيت إن أنت زي ابني بالظبط. ربنا يخليك يا طنط. انا اسف طبعا ان انا جاي في ميعاد زي ده وبدون ترتيب، بس انا كنت فعلا عاوز اطمن عليك واشوف لو محتاجين اي حاجه اعملها لكم. مستوره والحمد لله. ان شاء الله تسلم وتعيش. احنا بس مش ناقصنا غير ان ربنا سبحانه وتعالى يزيح عننا الغمه دي. باذن الله تتزاح. خلي ثقتكم في الله كبيره. ربنا كبير. يعني انت شايف ان سليم بريء يا حسام بيه؟ انا مش مجرد شايف، انا متاكد. وعلى فكره انا قلت الكلام ده لصلاح بيتوخي، بس ما عجبوش كلامي خالص. غريب، انت اول واحده قبله يقول كده. يعني سلمى ربنا عارفه بالعقل، ما حدش شافه. وانا عاشرت اخوكي وشفته بيعامل الناس ازاي، بيعاملني انا شخصيا ازاي. ما حدش صدق ان الراجل ابن الناس ده في يوم وليله هيتحول يبقى قتال قتله ومرتشي. ان شاء الله تسلم يا ابني. يا فندم سليم لو كان مفتري كان بان عليه، ولو كان مرتشي كان قدامه بدل المره 10 انه يعمل فلوس. طب واشمعنى ما فيش حد منكم بيقول الكلام ده غيرك؟ والله افتكر ان محدش فيهم يعرفه زي ما انا عارفه. او ممكن يكون مفيش حد فيهم حقاني زيك، ولا ايه؟ يا فندم الدنيا فيها وفيها، بس انا متاكد ان الحق هيظهر، وكل اللي ظلم سليم هيندم في يوم من الايام. انا مش هعطلكوا اكتر من كده. انا عاوز ادي لحضرتك رقم تليفوني عشان لو احتجتوا اي حاجه في اي وقت تكلموني. طبعا يا اتفضل.
الكلام خلص المره اللي فاتت وتشد عليه بلاستر يا زماتي. جرى ايه يالا؟ انا سبتك المره اللي فاتت وقلت ده كلام صوت لما يفوق اكلمه، ارجع عليك بتهري نفس الهاري. مش حماده تايسون اللي يهري اي هاري ويقول اي كلام. يا جدع بطل غشوميه امال، فلوس ايه اللي عايزها من لطفي ابو المجد؟ وبعدين الراجل ماله من الحوار اصلا؟ بالظبط اتغشم على الواد مات في ايده، قلنا نلبسها له بالاصول. الكلام ده تروح تقوله لعيل صغير. انا حق يابا في الليله دي هيجيني هيجيني. لحسن واللي خلق الخلقه زعلك انت واللي وراك زعل ما يشوفوش بني ادم. قدامك 3 ايام، لا قدامك يومين يا زناتي. ويجيني نص مليون جنيه. يا الا والله العظيم 3 هطلع مصلحتي بمعرفتي وانت مش عارف. هنجيب فلوس منين بس يا تايس؟ يبقى انتوا يابا مش ناويين تدفعهم. عموما اهل الضابط موجودين. واكيد مش هيستخسروا في الواد مبلغ زي ده عشان يطلع من اللي هو فيه. يا جدع انت عبيط، هتروح تشهد على نفسك انك شهدت زور؟ طب دي جنايه. لا يا اسطى، لا يا عم الحلو، هروح اقول لهم انكم اجبرتوني على الشهاده دي زي ما اجبرتوه، واديني اتعلمتها منكم يا اسطى. بالسلامه يا عم زينتي يا عم الحلو. يعني ايه الكلام ده؟ انتوا هتشتغلوني يا اولاد الهرمه؟ يا حاج اسمعني بقى. بلا حاج بلا سبت. ايه؟ انا قاعد على تل فلوس هغرف واديكوا. وانا مالي بس يا عم الحاج؟ مالك ايه؟ مش انت اللي ملبستها في المصيبه السوداء دي؟ ليه يا حاج لا مؤاخذه؟ هو انا اللي كنت سايب العربيه سكران وخبطت البت الغلبانه سويتها بالاسفلت؟ ولا سيبك من تليح النسوان ده. ابني غلط ما قلناش حاجه. وبدفع لك عشان نلم الموضوع. انما ابن سناء بقى والظابط وحواره ده ما يخصنيش يا حبيبي، ده شغلك انت. ليه يا حاج؟ وانا ابن سناء كنت اعرفه منين لما مؤاخذه عشان اذيه؟ مش كله عشانك وعشان ابنك؟ وانا اللي قلت لك اقتله؟ ولا انا اللي قلت لك دخل معانا الديلر المعفن بتاعك ده؟ يا اخي منك لله. بقى الواد اللي كان بيخاف يعدي في الشارع طول ما انا واقف فيه تخليه يكر عليا بالشكل ده؟ منك لله. وحد الله كده بس يا عم الحاج، خلينا نعرف نفكر احنا كلنا في مركب واحده. لا يا حبيبي، لا يا حبيبي، احنا مش في مركب واحدة. موضوع الظابط ده شيلتك انت، وشهادة تايسون كان عشان ينقذ رقبتك انت، ما يخصنيش لا انا ولا ابني. كلام ايه ده يا حاج؟ اللي انت سامعه اخوي. وانا كنت اعرف منه هيطمع بالشكل ده يا عم الحاج، انا قلت انه هيستكفى انه يجيب مناخير الظابط الارض وخلاص وتخلص قضيته على كده. برضه ما يخصنيش. طب الفلوس اللي هو عايزها يا حاج؟ ادفع له اخويا من جيبك، انا مالي، انت اللي شبكته معانا. هدفع له منين بس يا حاج؟ ده عايز نص مليون جنيه. نص مليون قرد لما يتنططوا على دماغك انت وهو. انت تقتل منين؟ صلى على النبي كده بس يا عم الحاج وخلينا نعرف نفكر، الواد ده لو قال عقله واتكلم كلنا نروح في 60 داهيه. انت بتهددني يا دول ليه؟ والله ما القصد يا عم الحاج ولا بهددك ولا اي حاجه حاشا لله، بس الواد ده لو فتح بقه واتكلم وقال عقله كلنا نروح في 60 داهيه والمستخبى هيبان، يعني انا وانت وتامر وحماد بيه والمتر نشأت هنروح في 60 داهيه. الله يخرب بيوتكم، الله يخرب بيوتكم على بيت اليوم اللي انا شفتكم فيه. يا بني ادم افهم، انت طالب مليون جنيه والجاموسه ده طالب نص مليون جنيه، اجيب لكم منين؟ ربنا يجعله عامر يا عم الحاج. عامر ايه؟ عامر ايه؟ واللي ما يعرفش يقول عدس. وبعدين اضمن منين انا ان الواد ده بعد ما اديله الفلوس اللي هو عايزها دي ما يلفش ويرجع يطلب فلوس تاني؟ في ده عندك حق يا حاج، عمري قلت اعدي عليك واقول لك اللي بيحصل اول باول، من هنا لبكره خلينا نقلبها في دماغنا ونتقابل انا وانت وحماد بيه ومتر نشأت ونشوف هنعمل ايه. وبالمره لما مؤاخذه كده تشوف لي قرشين لحسن، القرشين اللي اداهم للمتر نشأت خلصوا. قرشين؟ وما زناتي؟ وما زناتي مش من هنا؟ قوم يلا قوم. طب بالاذن انا يا عم الحاج. ده يا افتلمتك. فضلت سعادتك ورا صلاح بيه من بعيد لبعيد كده من غير ما ياخد باله خالص، لحد ما دخل بيته خدت بعضه وجيت على هنا على طول. طب زي الفل. يعني عرفت بيته. من بكره بقى استلمه وهو نازل من البيت. تمام سعادتك. معلش يا حود، انا عارف اني معطلك عن شغلك، بس يعني كلها 3-4 ايام كده الدنيا تظبط. انا خدامك اسلم بيه. الا صحيح يا استاذ حوده، مفيش اخبار عن حسن الضبع؟ بصراحه ابو خليل مفيش جديد، بس انا عندي خبر الماز ليك بصراحه. يعني انا اتقصت في المنطقه عندك من بعيد لبعيد كده، وعرفت يعني ان مراتك والولاد بسم الله ما شاء الله يعني زي الفل، حتى اشرف خطيب اختك يعني كان واخد اجازه من الجيش ورجع بالسلامه. الله يطمن قلبك يا استاذ حوده، الحمد لله ان اشرف خد اجازه عشان يبقى معاهم وما يبقوش لوحدهم. الواد ده اسلوب ابن حلال قوي وطيب والله يا استحوده، واد راجل. ما تقلقش،
وقلت لك برضو انت هتروح تطمن عليهم بنفسك. وتايسون اخباره ايه؟ هو ده الموضوع اسلم بيه. قول لي. انا عرفت ان تايسون واعمى الامين زناتي بقالهم كام يوم. اصل سعادتك يعني الامين زناتي بيروح لتايسون في الغرزه اللي بيحشش فيها. ناس بقى من اللي قاعدين معاهم يعني سمعوا كده ان هم اتخانقوا مع بعض. اتخانقوا على ايه؟ سعادتك محدش يعرف اصل الحكايه. بس اللي انا اقدر اقوله لك يعني ان تايسون بعد ما وصل الامين زناتي بره رجع قعد مع نفس الناس دول وهلفط بالكلام وجاب سيره الامين زناتي وسعادتك في الموضوع. جاب سيرتنا؟ سعادتك يعني بيقول زناتي مين ده اللي انا اعمل له حساب؟ اذا كان الضابط اللي بيرقص زناتي انا مسففه التراب ومخليه. كمل كمل ما تخافش. مسففه التراب يعني وملبسه طرحه و خليته يهرب زي العيال في الحارة بصراحة. أنا ملبسني طرحة. حلو الكلام ده. إيه اللي حلو في الكلام ده يعني يا سليم بيه؟ إيه اللي حلو إن عيل صايع زي ده يشتم سعادتك؟ عشان أنفخه. بعدين طالما الاتنين اتخانقوا يبقى في مدخل ندخل لهم منه. حلو سعادتك بس دي تتعمل إزاي يعني؟ مشغلش أنت دماغك. خليك أنت ورا صلاح. ولما أعرف هعمل إيه هقول لكم. بطل زن بقى، أجل أي كلام في الشغل لحد ما يجي المكتب. أيوه يا عم اديني فرصة بس أسلم على الأولاد قبل ما يسافروا. طيب سلام، مع السلامة. بقى بذمتك شكلنا كده ما شجعكش إن أنت تيجي معانا؟ والله كان نفسي حبيبتي، بس عندي شغل كتير جدا. أنتوا روحوا استمتعوا بيومكم عادي جدا، وأنا هحاول أخطف يوم وأجي لكم. مش هيحصل طبعا، هي دي أول مرة. إيه ده إيه ده؟ إيه اللمضة دي؟ ايه اللمضة دي؟ على فكرة وانا في سنك ما كنتش في لمضتك دي، انا كنت زي النسمة. صح يا ست اللواء؟ قول له انك كنت زي النسمة. ايه وانا صغير بس دي يا بابا؟ ما انت لسه صغير اهو. وبعدين يا بابا يا حبيب قلبي، انت نسمة وانت صغير وانت كبير. واو شفت ربنا رداني بايه؟ بنت نصابة وولد لمض. دي مش جيناتنا، لا جيناتك ولا جيناتي، دي جينات غادة. كده قلت يا فاطمه خدي بالك من سياده اللواء، قعديه اكتر وقت ممكن قدام الميه. انا عارف انك بتحب البحر من زمان، من ايام الافق. ها عينيا صلاح بيه، مش عايز مننا حاجه قبل ما نسافر حضرتك؟ لا يلا عشان تلحقوا تستمتعوا بيومكم وانا الحق اروح الشغل. يلا جرى يا جماعه، ما تصلوا بينا على النبي. انتوا هتخلوا الحته عايز زي ده يوقع بينا ولا ايه؟ قول لهم والنبي يا متر، انت كمان اللي كان تتكلم، مش ده جلبك ابو الاخص؟ لطفي عنده حق يا متر، موضوع كده هيبهوأ مننا ومش هنعرف ننام. يا حمام بيه، هو في حاجه في مصر ما بتتلمش؟ ده انت سيدي اللي عارفين. بس برضه لازم نلم الموضوع بدري بدري. قلت يا زناتي؟ اللي تشوفه يا متر، وانا من امبارح مش ساكت، عمال ادور لها على حل. بعد ما دورت عملت ايه يا برم؟ محلوله يا حاج، بس لا مؤاخذه هتصرف شويه. لا انت بتحلم، انا مش هصرف اكتر من كده. ومين جاب سيرت اكتر من كده بس يا حاج؟ انت مش تصرف ولا مليم زياده. انا المؤاخذه متفق على 1,000,000 جنيه، وصلني 100,000، كملهم لي نص والنص التاني لما اجيب لك الخبر اللي يطمن قلبك. ويعني هتعمل ايه اكتر من اللي انت عملته؟ سكه ابو زيد كلها مسالك يا باشا، وانا عايز زي تايسون ده اعرف اسكته ازاي. قلت ايه يا حاج؟ قلت لا اله الا الله. تمام يا حوده، وقف مراقبه صلاح التوخ، انا عرفت اللي انا عايز اعرفه. عرفت ايه يا باشا؟ هو لسه الراجل قال حاجه؟ يا هيك ما قلت لك عرفت اللي انا عايز اعرفه. خلينا بقى في اللي بعده. خير سعادتك. أنا في مشوار لازم أعمله. المشوار مش سهل، محتاجكم فيه معايا. ولا يهمك يا باشا، إحنا معاك في أي حاجة. رقبت يا سليم بيه، بس لما أقصد سعادتك يعني المشوار ده فين؟ وديني الغرزة اللي بيقعد فيها حمادة تايسون. في مكان حوده. دكانة التانية سعادتك اللي هناك دي. تاني واحدة؟ آه. واحنا نعرف ان هو جوه ده الباب مقفول ومفيش حس. ايوه سعادتك، هو لازم ان يجي لوحده بيقعد مع نفسه يشرب مخدرات كده بيظبط دماغه، وبعدين السبان بتوعه بيجوا واحد ورا التاني لحد ما يتجمعوا، يجوا بقى بعد نص الليل قرب الفجر ويقفلوا على نفسهم الباب. طب راجع نفسك يا استحود، احنا مش ناقصين مصايب، كفايه المصيبه اللي احنا جايين نعملها. بس يا عم انت بقى بس، عايزين نلحق ناخد منه كلمتين ونطير قبل ما الدنيا تتلم علينا. طب يا بابا انت ايه اللي مخليك متاكد ان انت لما تسجل له يعني هيعترف في كل حاجه؟ لا كده هيعترف. Thank you.
نايم ب60 نيلة. يا نهار اسود. انا لله وانا اليه راجعون. بالواد مات ما لحقناهوش. عشان خاطر لازم نمشي بيه. الحوار كله عوا. يلا استنى يا حوده. لا حول ولا قوه الا بالله. ما تسيبناش عشان خاطر. بقول لك اصبر يا حوده. العيال على الجني دلوقتي. ممكن حد من الصبيان دلوقتي لو فتح الباب اروح في 60 دقيقه. انا لله وانا اليه راجعون. باشا عشان خاطر. بقول لك اسكين باشا عشان خاطر. اصبر يا حوده. طب امشي بالجني دلوقتي. بقول لك باشا فهمني كويس. حد من الصبيان ممكن. الو يا وليد، امتى حصل الكلام ده؟ المكان ده فين؟ طيب انا جاي حالا. السلام. يا دي المصيبه السوداء، يا دي المصيبه السوداء. هو احنا ناقصين مصايب يا رب؟ ما تهدى شويه يا ابو خليل يا اخي. استغفر الله العظيم يا رب. خلاص بقى اللي حصل حصل. مشكلة دلوقتي في الخيط اللي كنا ماشيين وراه اتقطع. كده نبدا من اول وجديد تاني. يا دي الخيوط اللي احنا عمالين نمشي وراها يا سليم بيه. يا باشا انت مستهون بالموضوع كده ليه؟ دي جنايه بقى. يا رب يا رب يوم ما نوصل للواد اللي هنعرف منه حاجه ونقرره قوم يموت. ده ايه الحظ المنيل ده؟ ده مش حظ يا ابراهيم. تايسون مات عشان كان لازم يخلصوا منه عشان بقى خطر عليهم. توس سعادتك هم اللي موتوه. هم يا حوده اللي موتوه. اديني لبست مصيبه تانيه كمان. احد الله يسلم بيه. باذنك يا رب كل عقده وليها حل. ربنا يسترها. طب هنعمل ايه دلوقتي؟ مفيش قدامي غير حل واحد كنت ماجله. في مشوار تاني لازم اعمله ضروري. مشوار؟ مشوار ايه تاني يا سليم بيه؟ ما تخافش يا ابراهيم. المشوار ده اعمله لوحدي. كفايه عليكم انتوا الاتنين مشاكل لحد كده. اسمعني يا سليم بيه، لا مؤاخذة يعني أنا وإبراهيم رجالتك ومعاك على الموت كمان، بس لا مؤاخذة يعني لازم تكن شوية. مفيش وقت نكن يا حودة. خلاص زمان دايرة الاسم مقلوبة. هتشوفوا سعادتك. أنت متأكد إن سليم الأنصاري هو اللي عمل كده؟ آه يا باشا. زهقت. اهدى وركز بس. لا تحب اجيب لك صوره عشان تتاكد. لا يا باشا انا عارف شكله من ساعه ما كان بيخدم عندنا في المنطقه، وكمان عارفه من ساعه ما جه عمل الحمله وخد المعلم من المنطقه عندنا. لا سيبك من المعلم دلوقتي وخليك معايا. بس اصل يا باشا ما تعرفش المعلم غالي عليا ازاي. كان بيت اهلك صح؟ بص انا عايزك تهدى خالص وترجع تحكي لي الحكايه واحده واحده وعلى مهلك قوي. حاضر يا باشا. ما تكذبش عشان انت لو كذبت عليا انا هأذيك. احكي لك. لا 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 مؤاخذة سليم بيه، مؤاخذة يعني في الكلمة دي. الكلام ده مش كلام ناس عاقلين، ده خطر. وانا عارف انه خطر. هو خطر بعقل يا سليم بيه. ده جنان. ما عشان جنان بقى ما حدش يتخيل انا ممكن اعمل كده. انت هتستنى هنا. وانت حودة هتيجي توصلني وتستناني من بعيد. لو تأخرت بالحكايه عكت فوق دماغي. ساعتها تتكل على الله. يعني مش واسيبك؟ يعني تمشي وتسيبني. احنا كده طارق خدنا كل اللي يخصنا من القضيه، والقضيه كده كده بتاعتكم. بس يا ريت لو حصل اي جديد شاركني وبكلمني. طبعا يا باشا تحت امرك. قول لي يا طارق، وسليم خدم معاك قبل كده؟ طبعا يا باشا. أنا كنت رئيسه في القسم قبل ما يحصل اللي حصل ده. طب وإيه رأيك فيه؟ والله يا باشا أنا اتغشيت فيه زي ناس كتير. أنا بصراحة ما توقعتش أبدا يحصل منه اللي حصل ده. اتغشيت فيه؟
انت شايف ان هو اللي ورا كل اللي حصل ده؟ بص يا باشا، احنا ظباط مباحث ما بننجمش، بنشتغل بادله وبس. الادله اللي عندي بتقول ان سليم الانصاري هو اللي عذب الواد في الاسم لحد ما مات، وبرضه الادله اللي عندي بتقول ان هو اللي قتل تايسون. احنا بنشتغل بادله وبس. جدع بقى. سامع وليد؟ انا هروح البيت اريح ساعتين كده عشان مجهد قوي، بس يا ريت لو في جديد. اكيد يا باشا طبعا. حسابك تقيل معايا قوي يا سليم. يلا سلام عليكم. الله أكبر الله أكبر، والعزة والجلال لرب العالمين. يا رب يا رب استرها علينا بحق ده الأذان، يا رب استرها علينا وفك كربنا. أنت اللي قادر تشيل الظلم عن المظلومين، استرها معانا يا رب. الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Thank you.